في بعض الأحيان أنا أتوضأ داخل الحمام، يعني المغسلة داخل الحمام، يجوز أن أقول بسم الله قبل الوضوء. ومن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. التسمية قال بعض العلماء واجبة بالذكر، إذا ذكرتها تسقط مع النساء، نسيت ما عليك شيء، بس أنا مذكر الحين والمغسلة داخل الحمام. إذا داخل الحمام تسمي الله في قلبك أو قبل دخولك الخلاء. طيب الدعاء الذي يقال بعد الوضوء، على فكرة ما في دعاء أثناء الوضوء، بعض الناس اللهم بيض وجهي متى بيض وجوه تسود وجوه، اللهم اجعلني إذا غسل يدي اليمين اجعلني مما يأخذ كتابه بيمينه، هذا كله غير صحيح ما ثبت. اللي ثبت قبل الوضوء بسم الله، بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. إن قلت هذا الدعاء فتحت لك أبواب الجنة الثمانية، وتقولها بعد خروجك من الحمام.